هيدا ثاني سنة لك بباريس. الخصر اللي بيعمله رامي كتير حلو. هل نجاح المصمم مرتبط انه يلبس فنانة او نجمة او توب موديل؟ نجاح تبع المصمم اليوم اول شيء يكون عنده نسبة زباين كبيرة. تكنيك السنة اللي استعملتها بالحصتين، استعملنا كتير تكنيكات جديدة، يعني بكل موسم ما عم تكون عم تخلى دور الأزياء من أي نقشة من نقشة الطبيعة. كبيرات اليوم من رامي قاضي بالتعاون مع بويز في كولابوراسيون. آخر موضة الأحد 5 المساء على الجديد